شكل كويس. في نقلة في الشخصية اللي بتعملها غادة المرة دي من الناحية الدرامية، يعني هي اشتغلت الموسمين اللي فاتوا على يعني أشبه لمجتمع شوية، وإن المجتمع كان صارخ في بعض المشكلات وبعض التحديات. الشخصية الخاصة بالسيدة الأولى، لأن لما أول ما نقول الاسم بيجي في أذهان المصريين على طول فكرة زوجة الرئيس. صحيح، وده اللي خلى البعض برضو يتوجس ويشعر بأن هذا العمل سياسي وأنه في إسقاط على شخصية ما، ولكن أصحاب العمل نفوا، وإحنا هنصدق النفي بتاعهم لغاية ما العمل يعرض. نشوف العمل. لغاية ما العمل يعرض. ولكن طبعا اسم المسلسل يوحي على طول ويحلنا إلى شخصية على أرض الواقع معروفة. ولكن الجديد فعلا أن ممكن غادة عبد الرازق تتقمص الشخصية بشكل مختلف، لأن الشخصية دي يمكن مقدمتش كتير جدا في الدراما المصرية، وبالتالي ده اللي بننتظره منها وبننتظره. يعني كعمل منفصل عنها، كانت دايما بتيجي يعني في إطار عمل معين، تبقى موجودة كجزء من 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 مشهد معين، لكن مش رئيسية في العمل نفسه. يعني فكرة السيدة الأولى. بس هي فكرة السيدة الأولى سواء كانت زوجة فلان أو علان أو علان من الرؤساء، فكرة الموقع ده في حد ذاته والتركيبة الشخصية المطلوبة في الموقع ده، بتلاقي انك قدام تركيبة ليها مواصفات خاصة جدا. فانت مش بالضرورة تبقى فلانة، لكن كلمة سيدة الاولى دي رمز قدام الموقع. حالة صحيح، قدام حالة وحالة مصنوع جزء كبير منها، لانها لا تترك لتلقائيتها، والا اذا كانوا هيورونا سيدة الاولى وراء الكواليس تعمل ايه حياتها الحقيقيه. ولكن انا متوقع انها هتكون في اعمال امريكيه كتير ركزت على الفكره دي، الكواليس الخاصه بصانع القرار سواء رئيس او السيدة الاولى. لكن انا متوقع انها قدرت تتابع كتير قوي من المسلسلات التركيه، كان فيهم سيدات اول كتير، واخده بالك، وقدرت تتابع بالتأكيد مخزون غني جدا للسيدة الأولى، للسيدات الأول في حياتنا مرت كذا واحدة، وهي بالتأكيد مش هتبقى زوجة الرئيس جمال عبد الناصر، لأنها كانت إلى حد ما بعيدة عن الأضواء والفوكس بتاع الجمهور. فهي يعني قدامها شخصية الناس هتمحلق وهتحطها في ميزان، يعني صعبة، هي قبلت تحدي كبير وأنا بعتقد أنها قده. هدخل لقمتين موجودين في رمضان اللي فات وموجودين إن شاء الله في رمضان ده كمان، أستاذ محمود عبد العزيز وأستاذ يحيى الفخراني. إحنا أمام عادل إمام وأستاذ عادل إمام. بس أنا أستاذ محمود عبد العزيز ما كانش السنة اللي فاتت مش كده؟ لا كان موجود. لا أستاذ عبد القادر طبعا، باب الخلق. باب الخلق السنة اللي فاتت كان عمل كبير وفي إنتاج ضخم. جبل الحلال السنة دي أستاذ محمود عبد العزيز هيقدم إيه؟ لا، احنا الشخصية متكتم عليها بشكل كبير جدا، وحتى بالنسبة للأجور يعني في لحظة من اللحظات أفشى السر وقيل أن أولا لابد أن احنا نعرف ونعرف الجمهور بأن حوالي 1 مليار جنيه مصروفة هذا العام على مسلسلات التقريب بتاعنا رمضان. تكلفة الدراما هذا العام الحاجة التانية كل المسلسلات مصنعة قوية جدا. الحاجة التانية بأنه الأجور برضو مرتفعة بشكل كبير جدا، يعني احنا النهاردة السنة دي لو قلنا أن ميزانية مسلسل عادل إمام صاحب السعادة 66 مليون فهو يتقاضى وحده من الميزانية 33 مليون. عادل إمام عرفنا أجره، عرفنا يحيى الفخراني أجره، ولكن لم يعرف على الإطلاق أجر محمود عبد العزيز، كما لم يعرف أيضا. بما أننا قلنا عادل إمام هذه الأجور مجدي، هل هذه الأجور حقيقية؟ يعني أصل ممكن يقول لك سر ولا